أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف أتوب من عدم إخراج الزكاة لسنوات مضت؟ نعم، يقول: كيف أتوب من عدم إخراج الزكاة لسنوات مضت؟ ما تكفي التوبة، لا بد من التوبة ولا بد من إخراج الزكاة، لأنها دين في ذمتك، يلزمك أمران: التوبة إلى الله عن التأخير، والأمر الثاني وهو مهم جدا أن تخرج الزكاة عما مضى ولا يبقى في ذمتك منها شيء، لأنها دين لله عز وجل. نعم.